احنا تنتوجدوا الان في واحد المشل كيتسمى مشل دار سالم. هذا المشل هذا اللي هو تقريبا تيعطي الاماكن كلها اللي هنا الجهه كلها تقريبا فيما يتعلق بجميع الاصناف اللي كاينه هنايا ما في الصنوبر الحلبي والكاليبتوس بانواعه. تقريبا هذه صفقه اطار لاول مره تدار في الوكاله الوطنيه للمياه والغابات. هذا مشروع اللي دارته الوكاله ونجحت فيه بالفعل، لان قبل كانت عندنا غير صفقات سنويه وصفقات سنويه وكانت تدار غير بالاتربه التقليديه. اليوم انتقلت من التربه التقليديه للخط النباتي اللي هو لا تورب فيجيتال. اشنو الدور ديالو؟ اولا قبل كل شيء الحاويه تكون خفيفه، هذا من جهه. ثانيا ان الانتاج تيعطي واحد سميتو واحد التنميه ديال نتاع الجذور. ثالثا كاين امور اخرى اللي تقريبا ما يزيد على 1,800,000 تقريبا ديال الشتات تنتج هنايا. هذا من جهه. من جهه اخرى ان هاد الشتائل هذه اللي تتشوف هنايا عندها بما نسميه اقتصاد مائي، تنسقيوها 10 دقائق في النهار. هادشي الا كانت حراره مفرطه يعني 42 43 35 الفوق، يعني من 35 لتحت تقريبا كاين بعض المرات اللي تنسقيوها جوج المرات حتى ثلاثه المرات في السيمانه، يعني دائما عندنا اقتصاد نتاع الماء. يعني في اطار تنزيل استراتيجيه غابه المغرب التي انطلقتها صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله وإياده، يعني قامت الوكاله اليوم بوقوف على عده انجازات التي جاءت بها استراتيجيه. هذه الإنجازات بطبيعة الحال كتتم خاصة بعملية الغرس، وكذلك يعني الوقوف على جميع العمليات اللازمة لإنجاح هذه عملية الغرس، بحيث في هذا الإطار وقفنا على يعني ما تقوم به الوكالة من يعني تحسين جودة البذور الغابوية، بذور أشجار الغابوية، لأن هذه البذور كتلعب دور مهم في إنجاح الأغراس. كذلك وقفنا على مشاريع يعني تاع الشتائل الغابوية، بحيث الشتائل إذا كانت ذو جودة عالية بطبيعة الحال كتعطينا يعني إمكانية باش ننجحوا أحسن هذه الأغراس هذه. وقفنا كذلك على يعني بعض الصفقات اللي كتتعلق بعملية التشجير وبنظام جديد اللي كيعطي يعني واحد المسؤولية للمقاولة، وكيعطي واحد الدور يعني للوكالة دور للتتبع والتقييم، بحيث ان العلاقة بين المقاولة والوكالة اصبحت علاقة مهنية يعني اللي كتعطي نتائج احسن. بطبيعة الحال هذا كله كان خارج في تنزيل هذه الاستراتيجية اللي عطى انطلاقها صاحب الجلالة، وحتى تكون الغابة المغربية يعني في أحسن حال في السنوات القادمة وتلعب دورها كاملة اجتماعي وبيئي واقتصادي كذلك. هذا المشروع هذا اللي شفنا احنا اليوم فيه، هذا كان فيه 5 مليون درهم يعني كعملية يعني متكاملة اللي غتكون على مدة 3 سنوات، بحيث أن المقاول اللي خدا هذه الصفقة هذه هو ملزم باش في اخر 3 سنوات يعني يكون عطينا واحد الغابه يعني في واحد احسن حال اللي يكون فيها نسبه النجاح يعني جد متميزه. وبهذه الطريقه هذه بطبيعه الحال غادي نقدروا نمشيو بعيد في يعني في تاهيل الغابات المغربيه. احنا القبيله كتستافد منه، كنحرصوا عليه باش يطلع يكبر تيدير الكميه كيتباع كيدي منه الجماعه القرويه، داك الكمية ديالو من تيتباع تيدار بلانش هذا، والبلوط الاخر بلوط اللي كيدير الفرشي كيدير الربيع كيدير التلفاز كيدير الفقاع، كتستافد منه القبيلة كله. داكشي ما نخليوش كسيبات تدخل عليه، ما نخليوش كسيبات تدخل، ما نخليوش شي واحد اللي غادي يخسر شي حاجة. حنا واقفين عليها بالحراس ديالنا، داير الحراس ديال الجمعية واقفين على هاد الشي ليل ونهار، ولي دار شي حاجة كنتبريو منه بعد هو هذاك، من بعد كنعلمو المياه والغابات تجي دير له الكتيبه ديالو. هذه الصنوبر عندنا الفلين البلوط، عندنا كاليتوس، كاين هذيك العشبه الاخرى تيقول لها كاسيا موليسيما، بداو تيحيدوها هذيك ما بقاتش تكون. احنا الدور ديالنا هو حراس على هذا الشيء، هذا هو هذا تيديروا لنا حراس وتعطونا الدعم ديالنا من العام للعام. 5000 ريال
الهكتار كل عام كيحسبوا معنا شحال من كاينه من هكتار حراسا عليه كيخرجوا لنا الدعم ديالو. دابا هاد العام عندنا عالمنا ب 1000 وقريبه 200 هكتار يقدروا يعطيونا 25 مليون ولا 30 مليون. شوف ليطا دي فوغي ماروكان إن نو سور با جلوبالمون دو ليطا دي فوغي ميديترانيان داكور سي دي فوغي نورمالمون. Dans le processus de régénération, il est un petit peu difficile, dans la mesure où on ressent maintenant au plus fin détail l'impact des changements climatiques, à savoir la diminution des précipitations et tout ce qui est élévation de température. Vous savez déjà, dans la mesure, dans le système également de suivi, on est presque à 25, même à 30% de diminution du cumul des précipitations par rapport aux années normales. Même la période d'enneigement, on est en déficit de plus de 30% par rapport aux normales. Et ça, bien évidemment, il a un impact sur la vigueur, la vitalité et la pérennité des écosystèmes forestiers. Ça, d'une part. D'autre part, c'est que en parallèle, il y a la stratégie forêt du Maroc 2020-2030. Comme vous avez vu, malgré ces difficultés d'impact du changement climatique, malgré qu'ils sont grévés de droits d'usage, parce que la population vit dans la forêt, elle vit aux dépens de la forêt, l'Agence nationale des eaux et forêts, il met l'effort considérable en matière de régénération et en matière de surveillance, en matière d'anticipation sur ces événements qui touchent de très près en fait la pérennité de l'arbre. Si on rentre également un petit peu dans les détails, c'est aux alentours les objectifs de la stratégie forêt du Maroc 2020-2030, c'est de reboiser aux alentours de 600 000 hectares d'ici l'horizon 2030, à raison de 50 000 hectares par an, pour, si vous voulez, augmenter graduellement le potentiel du programme en allant vers 100 000 hectares par an. Bien évidemment qui seront approvisionnés bien évidemment à partir d'un certain nombre de pépinières forestières et à un volume de 500 millions de plants d'espèces autochtones, à savoir le cèdre, à savoir le chêne liège, le tuyat, l'arganier, le caroubier, en fait, qui vont alimenter cet effort de reboisement à l'échelle nationale. Une forêt au titre de l'année 2023, il y a un effort considérable qui a été effectué. On a pu enregistrer une diminution de la superficie incendiée par rapport aux données de 2022 de l'ordre de 70%. Ça, c'est très fort. La superficie incendiée, c'est aux alentours de 6500. Avec presque 500 départs de feu, plus précisément 485 incendies. Et je crois que c'est un effort interpartenaire qui a été développé et qui a pu, si vous voulez, diminuer aussi bien l'occurrence que l'impact.